بسم الله الرحمن الرحيم. صرحت سامسونج بشكل رسمي أنه راح تعلن عن أجهزة الجالكسي الجديدة بتاريخ 11 فبراير، يعني تقريبا بعد أقل من شهر من تاريخ اليوم. وطبعا كنا متوقعين نشوف الـ S11، لكن هذه السنة سامسونج راح تغير التسمية، فراح يكون في جهاز الـ S20 والـ S20 Plus والـ S20 Ultra، واللي يجي مع ميزة الـ 5G. بالنسبة للجهازين S20 والـ S20 Plus، فبحسب الإشاعات أنه راح يكون منها نسخة 5G ونسخة من غير الـ 5G. فبكذا راح نشوف حنا 5 أجهزة مختلفة من سامسونج هذه السنة، والاختلاف بين الموديلات اللي بنفس الحجم راح يكون فقط في دعم الـ 5G. من ناحية حجم الشاشة، الصغير راح يكون 6.2، اللي أكبر منه 6.7، والجهاز الأكبر اللي هو الألترا راح يكون بحجم شاشة 6.9 إنش. الشاشة راح تدعم تردد 120 هرتز، وأتوقع أن كل شاشات الجوالات هذه السنة راح تدعم هذا التردد. من الجهة الأمامية ما راح تكون فيه الحواف اللي على الجنب، الحمد لله أنا ما كنت أفضلها، والكاميرا راح تكون نفس اللي موجود في الجالكسي نوت، وراح يدعم الكاميرا المدمجة في كل الأجهزة. بالنسبة للكاميرا، فسامسونج اهتمت بالكاميرا السنة هذه بشكل كبير، فراح الجالكسي S10 والS20 بلس راح يجي بكاميرا رئيسية 12 ميجا بيكسل زاوية عريضة، و64 ميجا بيكسل كاميرا تقريب التليفوتو، و12 ميجا بيكسل اللي هي الألترا وايد. الS20 بلس راح يضيفوا له ميزة TOF أو تايم اوف لايت، اللي يدعم تصوير 3D، وأيضا يساعدك في ميزة الAR أو الواقع المعزز. بالنسبة للتقريب، احتمال أنه يدعم 30x هايبريد زوم، اللي هو خليط ما بين الديجيتال وما بين التقريب البصري. الS20 ألترا راح يجي بكاميرا رئيسية 108 ميجا بيكسل، وراح يجي ب 84 ميجا بيكسل كاميرا التقريب، و 12 ميجا بيكسل اللي هو الكاميرا العريضة، وأكيد فيه TOF سنسور، وأيضا راح يدعم حتى 100x هايبريد زوم. هذه أفضل كاميرا موجودة في أي جوال موجود حاليا. الكاميرا الأمامية راح تكون واحدة، وراح تصور بدقة 10 ميجا بيكسل، ما فيها أي تغيير كبير، والكاميرا الأمامية راح تصور بدقة 4K للفيديو. أما بالنسبة للكاميرا الخلفية، فاحتمال أنه في الألترا يدعمون ميزة تصوير الـ 8K. الآن بدأت حتى تلفزيونات الـ 8K تنتشر، فعشان كذا سامسونج وفرت هذه الميزة. من ناحية البطارية، الـ S20 Plus راح يكون ببطارية 4500 وبشاحن بقدرة 25 واط. الجهاز الألترا راح يكون 5000 ملي أور، وأيضا شاحن 45 واط. الجهاز الصغير الإشاعات تقول أنه 4000 ملي أمبير أور. فمن ناحية البطارية أتوقع أنه راح يكون ممتاز. في النهاية، هل تشوفون أنه بحسب هذه التسريبات الأجهزة هذه راح تكون منافسة؟ أنا برأيي أنه أجهزة سامسونج بعد ما غيروا واجهة التتشويز وأضافوا واجهة اليو آي، أصبحت أجهزة منافسة. تغير استخدام الجهاز، الجهاز أصبح أفضل من السابق، يضيف لك مميزات كثيرة ما هي موجودة في الأندرويد الخام. حتى من ناحية التحديثات، أتوقع أنهم حدثوا إلى الأندرويد 10 بعد 3 إلى 4 أشهر، فأجهزتهم للأمانة ممتازة. يعيبها الصراحة أنه فيها إعدادات كثيرة، فيبغالك تتعود على الجهاز. يعني الناس اللي تحب تغير، أتوقع أجهزة أو يحبون أنهم يتحكمون بكل شيء بالجهاز، أتوقع أنه أجهزة سامسونج مناسبة لهم حاليا. شفت فيديو قبل فترة ليوتيوبر اللي هو أندرويد باشا، وكان سائل الظاهر فوق 25 يوتيوبر مشهورين، وكلهم أجمعوا أن جهاز الجالكسي نوت اللي صدر السنة اللي راحت كان من أفضل الأجهزة في سنة 2019. فأجهزة سامسونج صراحة لها محبين كثير. أنا ما أفضلها، ما عمري حطيت شريحتي في أي جهاز السامسونج. اشتريت السنة اللي راحة سامسونج الجالكسي S10، جربته فترة، للأمانة أعجبني، لكن أنا مع الأبل إيكو سيستم ونظام أبل، فعشان كذا ما أحب أني أستخدم أجهزة سامسونج. ودائما أيضا أحب الأندرويد الخام، يعني أفضل الأندرويد الخام عن الأندرويد اللي يجي بواجهة سامسونج. التتشويز طبعا كنت أكرهها، اليو آي أفضلها الآن أكثر. ياريت تقولوا لي، هل تحبون نتكلم عن الشائعات في عالم التقنية، الأجهزة اللي راح تنزل، الإشاعات اللي خاصة بأبل أو بالشركات الثانية؟ رأيكم يهمني في التعليقات، أو تقولوا لي على حسابي في السناب. في النهاية، يعطيكم العافية، ونشوفكم إن شاء الله مع فيديو قادم.